نقول إخوان كدايرين كنتمنى كاملين تكونوا بخير. سمح لي يا إخوان غبرت عليكم بزاف 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 ولكن بغيت ارتاح شوية ونعرف راسي شنو كندير اليوم. الإخوان عندي لكم مفاجأة كبيرة بزاف تقدروا مش عارفوش تقدروا كل شيء يمشي غلط تقدروا كل شيء يجي بصحيحة ما عرفتوش. مهم خاصكم تبعوا لي ستوري ديال اليوم حيت شي حاجة بزاف. مهم الإخوان كما قلت لكم غبرت شوية باش ارتاح ارتاح نفسانيا لكم عارفين الإخوان حيت بزاف الناس كانوا كيسحبوا برانك صافي خليت بنادم يسحب برانك خليه يسحب برانك يسحب برانك خليه يسحب برانك. أنا الإخوان مسحت لي فيديو ديالي صافي حيتهم حيتهم البارح حيتهم البارح مع ديك الست الصباح مهم حيتهم مع ديك اليوم ديك الجوج تاهي حيداتهم مهم معليناش. اليوم تبعوا معايا لي ستوري غادي تشوفوا شي حاجة بزاف. نقول حاجه واحده قبل ما نمشي بحال الناس اللي غيكونوا يتفرجوا في الستوري ما غاديش نبين داكشي بزاف علاش حيت غنبغي نلوح عليكم فيديو. الناس اللي غيحضروا اللايف ديال يونا غادي يشوفوا داكشي مباشر ما غاديش نحرق ولكن غادي تشوفوا داكشي مباشر. بغينا اليوم تكون اكبر هجمه على لابليكاسيون ديونا اخوان قسم من بالله ما كنسبونسوريا ولكن خاصكم نتوما تجيو باش تحضروا اللايف خاصكم نتوما باش تجيو تحضروا اللايف. اللايف غيكون ان شاء الله مع السبعة د العشيه مع السبعة د العشيه غنمشي انا زوينه قسما بالله حتى كنفرح فاش كنقرا لي ميساج. شكرا لكم بزاف 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 غنديو الوليده وحسين لواحد البلاصه وغنديو معنا شي خاصكم تكونوا حاضرين اللايف الاخوان مع السبعة د العشيه فيونا وانا نخلي لكم كيفاش انصاليو لابليكاسيون كيفاش تجيو البروفايل ونتلاقاو مع السبعة. وشكرا لكم بزاف على لي ميساج ديالكم قسما بالله حتى كنبغيكم بزاف. شكرا على الهضره ديالكم غادي يقولوا لي حسن علاش ما طلقشنا في انستغرام داكشي الاخوان علاش ما بغيتش نستوري لكم بزاف باش ما حرجكش باش ما نحرقش المراحل حيت لا درت لايف في انستغرام انستغرام فيه قريب 100000 شكرا لكم بعدا عليها قريب 100000 ابوني ما بغيتش نطلق لايف في انستغرام باش ما يشوفوش داكشي اللي غادي ندير بزاف باش يتفرجوا في الفيديو. لذلك علاش قلت لكم دوزوا ليونا حيت يونا كيكونوا فيها 1000 2000 ماشي مشكل ولكن اليوم خاص تحضر اكثر من 5000 ان شاء الله. غادي نخلي لكم كيفاش انستاليو لابليكاسيون شو لي ميساج كيوصلوني دابا شكرا لكم بزاف وبغيت كاملين تحضروا مع السباح حيت غادي تشوفوا داكشي لايف ان شاء الله. عاد اللي ما غيحضرش لابليكاسيون ديك الساعه يتسنى الفيديو يتفرج فيه. شكرا يا الحبيب الحبيب ها غيابك طال ها مشيتي خليتي لك بدمك ويا يا وي متى ترجع راه فاد عليا الحال راني مدمر.